بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، بنحييكم من استوديو الوفد الرياضي اللي بتقدمه بوابه الوفد الالكترونيه بالتعاون مع تطبيق سكوبر الاخباري. معانا ومعاكم طبعا استاذنا الكبير الاستاذ علي البحراوي. اتكلمنا عن بطوله الامم الافريقيه قبل كده وجولات المنتخبات، ودلوقتي الدوري العام انتهى، اطول دوري في العالم 362 يوم. كان الزمالك متصدر ل 350 يوم من ال 362. بنقول مبروك للنادي الاهلي طبعا. استاذ علي الف مبروك، ورهانك كسبت الرهان. تمام. هو الرهان كان بناء على بعض المعطيات، اولها ان الزمالك واضح انه مش هيكمل للاخر، يعني في معطيات كتيره جدا وضحت ان الزمالك بيتعثر في الخمس ست خطوات الاخيره، والاهلي على العكس تماما. يعني تمام. طب شفت لقاء القمه امبارح ازاي، الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي؟ بص، انا مش معاك ان احنا نقول لقاء قمه بالمره. يعني هو لقاء القمه 118 احنا بنقولها بس كحاجه تعودنا عليها من زمان بقى، من ايام اساتذتنا الكبار نجيب المستكاوي عبد المجيد نعمان رحمه الله عليهم. تعودنا انه بنقول لقاء القمه، لكن هو على المستوى مش قمه لاكثر من سبب. ما فيش اداء، ما فيش روح، لقاء غير مؤثر، ما فيش جمهور. طب شفت فوز الاهلي ازاي بالماتش؟ فوز عادي طبيعي جدا، يعني فوز عادي جدا، ان الاهلي بيبقى اكتر ثقة في المباريات دي. يعني الزمالك بيبقى داخل المباراة دي وعنده احساس انه هيتغلب، وده احساس لازم، يعني لازم عشان الزمالك يعدي المرحلة دي ويقدر فعلا ياخد بطولة، لازم فكرة اللقاء ده يعني يبقى عندهم شعور ان هم ممكن يكسبوا الاهلي، لكن ده بيبقى قليل قوي يعني بنسبة محدودة. يعني الزمالك في اخر اربع مباريات كان نزف نقط غير عادي. شفت امبارح خسارة الزمالك كان سببها الإدارة الفنية ولا أداء اللاعبين؟ الاثنين. خالد جلال طبعا عارف انه كده كده ماشي، بيأدي دور في مهمة، انا نفس الدور انا مش فاهم هو بيعمل ايه بصراحة. يعني دوره هو مجرد انا ابني نادي الزمالك وجاي انا بقود المباراتين او الثلاثة الاخرانيين، اوكي ماشي، ده شيء جميل وحساب له، لكن هو طبعا مفيش فكر، مفيش حاجة، حتى التشكيل نفسه يعني في اصرار، يعني اصرار على بعض اللعيبه من ضمنهم محمد ابراهيم. يعني تمام، يعني 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 انت اللعيبه اللي موجوده بره، في لعيبه موجوده بره، يعني انا مش عارف ايه الفكره ان انا ما ببداش بايمن حفني. يعني انا شفت الزمالك بقى اكتر خطوره بعد نزول ايمن حفني، كل كره في رجله بتحس ان ليها طعم. يعني بس غياب ايمن حفنا عن المباريات من فتره كبيره، حتى نزله في دقائق او اوقات متقطعه في المباريات السابقه، شايف ان هو في ماتش كبير زي مباراه القمه زي ما حضرتك قلت الدفع المعنوي بيبقى احد اسباب الفوز فيها بغض النظر عن الفنيات بين الفريقين، شايف ايمن حفني كان ممكن يقدر يؤدي الدور امبارح والنتيجه على الاقل تخرج تعادل بين الاهلي والزمالك؟ بص، ايمن حفني انت بتتكلم، الكلام ده ينطبق على اي لعيب صغير او اي لعيب جديد على لقاء القمه. تمام. انا راهنك ان لو كان ايمن حفني بدا المباراه دي كان الزمالك كسب امبارح. لو كان الزمالك كان قدر يظبط خط الوسط وقدر يعمل بعض الكرات البينيه المتميزه جدا. انا يعني شفت يعني في محاولات من عمر السعيد انه يتحرك، لكن مفيش حاجه بتجيله، مفيش حاجه بتوصل خالص. يعني لو انت عندك لعيب بيغذي المهاجم ده، والمهاجم ده جيد جدا على فكره، لكن لم يستغله نادي الزمالك. طيب احنا هنرجع لنقطة عمر السعيد بس بعد شوية، اما هنروح لمدرب الاهلي. مدرب الاهلي بعد الخسارة من سان داونز ونزيف بعض النقط في الدوري، ادارة الاهلي تمسكت بيه، شايف قرار استمرار المدرب للموسم القادم في صالح النادي الاهلي، ولا النادي الاهلي ممكن يجي في وقت معين ادارة النادي تقول لا المدرب ده مش هيقدر يكمل النتائج او هتبقى ماتشات تقيلة، خاصة ان سوء اداء الخصم سواء الزمالك او المقاولين او بعض فرق الدوري العام مش مقياس لمدى كفاءه المدرب، وشفنا امبارح برضو الزمالك، يعني لو لعبت الزمالك موفقه في اكتر من كره كان ممكن يكون في كلام تاني في نتيجه المباراه. شايف قرار استمرار المدرب في صالح النادي الاهلي؟ شوف، انا هنفرق ما بين حاجتين، استمراره في الموسم المنتهي ده قرار سليم. تمام. استمراره في الموسم الجديد ده قرار انا ما بايدوش. يعني هو الراجل ما قدمش المردود، سيبك من البطوله انه خدها، ما قدمش المردود اللي يخليك ان انت تراهن على انه هيقدر انه يحسن الاداء. تمام. خاصه النادي الاهلي عنده لعيبه وعنده صفقات وعنده تيم كويس، لكن ما عندوش مدرب كويس. حتى في وجود محمد يوسف وجهاز فني مصري مع محمد يوسف كان له بطوله مع الاهلي قبل كده وقاد الاهلي برضه كمدير فني وقدر يحقق معاهم بطولات،
وكان له بطولة إفريقية اعتقد لما اعتقد ان المدرب ده ماشي بالدفعه، الدفعه اللي انت بتقول عليها دي، محمد يوسف والمساعد باقي المساعدين مستفيد منهم جدا، ويمكن هو يكون هو اللي واخد الشو، ولكن هم اللي شغالين. طب في حاجه يا استاذ علي عايز اسال حضرتك عليها، المستوى الخبرات في النادي الاهلي، اللعيبه اللي هي المؤثره سواء حسام عاشور او وليد سليمان او حتى رمضان صبحي على الرغم من صغر سنه، اللعيبه دي اصحاب خبرات وبيحملوا الوقت النادي الاهلي، تحس ان كل واحد فيهم مدير فني في الملعب في صالح الفريق مش في صالح نفسه. شايف اللعيبه دي في حال رحيلها او في حال ان المدرب لصارت او غيره ما اعتمدش عليهم، هيكون في كلام تاني في الملعب بالنسبه لتيم النادي الاهلي؟ يعني احنا بنشوف الاهلي بيكسب بالروح، انت شايف وليد سليمان وحسام عاشور ورمضان صبحي واللعيبه اللي هم اولاد النادي الاهلي سواء يعني منضمين منذ فترات زي وليد سليمان او ابناء النادي الاهلي اللي خارجين من قطاع الناشئين، شايف ان 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 في حاله رحيلهم هينفرط عقد الفريق ويتكرر اللي حصل قبل كده؟ طب وهيرحلوا ليه؟ ما هم دول اصلا هم دول عماد فريق الاهلي، ومفيش كلام على رحيلهم. يعني احنا بنسال سؤال مش وارد. يعني النهارده رمضان صبحي تم التجديد ليه، حسام عاشور راجل مستمر، يعني باقي اللعيبه وليد سليمان في افضل مستوى ليه هو المسلم. السؤال بصيغه ثانيه، في حاله جلوسهم على الدكه، يعني حسام عاشور بدا يقعد شويه، وليد سليمان ممكن ده طبيعي. يعني النهارده هقول لك على حاجه، مباراه القمه بتاعت امبارح اللي بيقول عليها قمه، يعني تم الاستعانه باحمد فتحي في الدقائق الاخيره لاصابه محمد هاني، تمام، لكن عنده لعيب عنده خبره، وبالعكس ده هو يعني تم الدفع في وقت الاهلي كان عايز يهدي اللعب وعايز حد عنده خبرة، ونزل أحمد فتحي وفعلا الأهلي قدر يحافظ على الفوز ويوصل للنقطة 80، وتشوف الدوري بينتهي بفرق سبع فرق 8 نقاط ما بين الأول والتاني، في فرق 8 نقط. 8 نقاط ده يعني معناه ان مفيش منافسه اصلا، على الرغم من 4 جولات كان الفرق حوالي يعني 7 نقط للزمالك. ايوه بس انتهى فرق يعني ما يوازي 3 مباريات تقريبا. يعني الأهلي محظوظ على الزمالك؟ مش محظوظ، الاهلي بيستغل الاخطاء لصالحه، يعني الاخطاء اللي بيقع فيها نادي الزمالك او الانديه اللي هي بتنافس الاهلي. يعني انت شفت حتى الاهلي خد الدوري رغم انه اتهزم مثلا من بيراميدز مرتين، واخد بالك، لكن رغم كده الاهلي هتلاقي 80 نقطه وبيراميدز 70 نقطه، فرق 10 بونت، واخد بالك. الاهلي فرقه بتعرف تلم نفسها، فرقه عندها اداره رغم كل الانتقادات اللي بتوجه ليها، طبعا اداره هاديه، خد بالك. طبعا محمود الخطيب مش جديد على حد، ولا هو ولا المجموعه اللي معاه. كل الانتقادات اللي اتقالت هم ركزوا في حاجه معينه، اللي ينتشلهم من الازمه دي ان هم ياخدوا البطوله اللي الجماهير متعوده عليها، بطوله الدوري، وفعلا قدروا ان هو ما تقدرش تتكلم عليهم. تمام. طب في حاجه عايز اتكلم مع حضرتك فيها، شايف رحيل جروس، احنا اتكلمنا عن مدرب الاهلي، شايف رحيل جروس كان خطا؟ لا، هو رحل جروس رحل لظروف تعاقديه، يعني الراجل كان عقده انتهى في توقيت معين، قبل في توقيت معين، وكان طبعا الراتب بتاعه كبير جدا، وكان طبعا مش النادي الزمالك اللي بيتحمله، فما قدروش ان هم يجددوا له، لكن كان ممكن يبقى في صيغه لاستمراره مباراتين او ثلاثه، واخد بالك، يعني تمام. ما كانش هيقول حاجه اعتقد يعني، لكن كل الاجواء اللي كانت موجوده كانت بتعجل برحيله، وهو الراجل ما صدق ان عقده انتهى. لكن على المستوى الفني لا، وجهه نظري تختلف او تتفق معايا، جروس من افضل المدربين اللي اداروا فريق الزمالك. طيب شايف خالد جلال اتظلم في الفتره دي، يعني وجود خالد جلال بعد جروس، شايف خالد جلال اتظلم؟ خالد جلال زي ما كنا شايفين حضرتك في ماتش الجونه كورتين، يعني اخطاء من حراس المرمى، اللعيبه ضيعت كتير قوي. في ماتش الاهلي برضو في خطا حارس مرمى تسبب في النتيجه. تمام. شايف خالد جلال اتظلم مع الفريق ده، وكان ممكن يبقى في وضع تاني لو كان الامور مش كويسه معاه بالنسبه لحراس المرمى بالتحديد؟ شوف هقول لك حاجه، الزمالك يلعب بدون حارس مرمى. مفيش فرقه كبيره بتسعى للفوز ببطوله ما يكونش عندها حارس مرمى. طب ده خطا جروس من البدايه ولا الاداره؟ خطا الاداره وجروس، يعني كان لازم هو، انا النهارده جنش ما بداش ياخد فرصه لما احمد الشناوي راح بيراميدز. تمام. وفعلا جنش حارس موهوب لكن مش هيلعب لوحده،
واصاباته كتير. تمام. واخد بالك؟ اصاباته كتير. يبقى انا لازم انا كاداره يبقى النمره اتنين يبقى حارس ايه؟ يبقى حارس جيد. حارس برضه. يعني النادي الاهلي لما جاب محمد الشناوي قدر صبر محمد الشناوي وقدر ان هو يبقى الحارس الاول للاهلي وللمنتخب في كاس عالم وكاس امم. وانت شفت امبارح انقذ كورتين ثلاثه رغم ان المباراه كانت متواضعه، لكن في كورتين ثلاثه قدر انه ينقذهم يعني. تمام. طب شايف الصفقات الجديده هتفيد مين، الزمالك ولا الاهلي؟ بيراميدز اتمسك بلعيبته خلاص. لا، ما هو الصفقات مش بالعدد، مش بالكم، ومش بقد ايه. الصفقات بان انا بدعم فرقتي في المراكز اللي انا شايف ان فيها ثغرات. يعني بمعنى ان النادي الاهلي مثلا يعني مركز جدا ان هو يجيب حد في قلب الدفاع، واخد بالك، وعنده هيدفع ما يقرب من 30 مليون جنيه عشان يجيب محمود متولي نجم دفاع الاسماعيلي. ايوه. ودي في سبيلها للنجاح يعني، واعتقد ان ده هتبقى صفقه جيده جدا يعني. طبعا الاهلي جاب اللاعب المهاجم المالي اليوديان. لاعب نص الملعب. انا من نص الملعب مهاجم. يعني نجم الجزائري. وطبعا جددوا رمضان صبحي. ويعني الاهلي بيركز في الاماكن اللي هو محتاجها. لكن فكره ان انا اجيب لعيبه لمجرد ان هم يعملوا مشاكل وقعدوا على دكه الاحتياطي وما بيلعبوش، لا يستفادوا ولا النادي يستفاد ولا اللعيب يستفاد ولا الانديه الثانيه لو راحوا يعني لما يروحوا فرقه ثانيه افضل. طب شايف حضرتك اللي بيتردد عن قيد خمس اجانب في القايمه ده هيأثر على المنتخب اكتر ما هو مؤثر؟ طبعًا يعني طبعا ما عندناش مهاجم صريح، ما عندناش. طبعا انت النهارده يعني اللي ناقص بقى ان انت ترجع تاني الحراس الاجانب. يعني هو ده بقى اللي ناقص يعني، دي الكارثه المنتظره يعني من المسؤولين عن اداره الكره المصريه. يعني النهارده انت بتزود الاجانب يعني بتقلل فرص اللعيبه المصريين، وبالتالي انت لما تيجي تدور على العناصر اللي تقدر تستعين بيها في المنتخب ما بتلاقيش. يعني هل يعقل ان مصر اللي فيها اكتر من 100 مليون ما فيهاش راس حربة؟ يعني راس حربة مقنع، راس حربة يعني بالمفاهيم اللي نعرفها يعني، زي الخطيب، زي عماد متعب، زي علي خليل، زي رؤوس الحربة اللي سمعنا عنهم يعني واللي شفناهم. لكن النهارده انت راس حربة انت بتلعبه وانت مش مقتنع. طب حضرتك انا هسال حضرتك سؤال يا استاذ علي، هو ممكن يكون سابق لاوانه، شايف مين من الفرق الصاعده سواء اف سي مصر او طنطا او اسوان، هو سؤال سابق لاوانه، بالاسم والاستعداديه والكلام ده، ولا هتتكرر الكره بتاع كل موسم الثلاث فرق اللي يصعدوا هيهبطوا؟ يعني هي السنه دي عدت في اثنين في حرس الحدود والجونه. لا مش شرط يعني، هو الفكره مش شرط ان هو الفرق اللي طالعه هي اللي تنزل الصعد هابط، دي مش شرط، ممكن فرقه تكون بس لسه ما نشوفهم يعني، احنا مش عايزين نتكلم برضه في الغيض يعني، احنا مش عارفين كل تفاصيلهم، لكن لما نشوف ادائهم، لما نشوف صفقاتهم، لان انت مش معقوله تطلع دوري ممتاز وهتلعب بنفس المجموعه اللي كانت بتعتمد عليها في دوري الدرجه الثانيه. لازم هتدعم بمجموعه من اللعيبه اللي عندها خبرات في الدوري الممتاز. اعتقد الصفقات اللي هي الجيده وفي المراكز الحساسة يعني عندك حراسة المرمى، قلب الدفاع او ديفندر او البلاي ميكر والراس الحربة، هم دول العمود الفقري بتاع اي فريق، اذا كانوا جيدين هتلاقي الفرقة شبه متكاملة. طيب الثلاث فرق اللي صاعدين الدوري الممتاز اول مرة تحصل، الثلاث فرق تمسكوا بالاجهزة الفنية، طنطا ايمن المزين، اف سي مصر محمد صلاح، اسوان مجدي عبد العاطي، وممكن مجدي عبد العاطي والمزين جداد على الدوري الممتاز، محمد صلاح ممكن يكون اشتغل قبل كده مع الزمالك او البلديه. شايف مين فيهم ممكن يكون له كمدرب؟ هقول لك حاجه، انت ممكن يكون في مدرب بيلعب في الدرجه الثانيه يكون افضل من مدربين كتير جدا في الدوري الممتاز، بس هو ما جاتلوش الفرصه. يعني هي دي مش مقياس، يعني زي بقول لك حاجه، ممكن تلاقي لعيب مهاجم او لعيب نجم يعني وتلاقيه مش مدرب كويس، والعكس يعني. طيب المسابقه الدوري المصري ينقصها ايه عشان تبقى مسابقه كبيره؟ النهارده بقى الديربيات في الوطن العربي كان الاهلي والزمالك اقوى ديربي، النهارده يقول لك الهلال والاتحاد تقريبا او النصر والهلال في السعوديه، الترجي والصفاقس في تونس، خلاص المستوى الدوري المصري الدنيا نزلت خالص، حضرتك شايف ايه اللي ينقصه عشان يرجع الدوري المصري؟ بص، نمره 1 و2 و3 و10 عودة الجماهير. الجمهور. المدرجات الخاوية بتبقى المباراة أشبه بالجنازات.
يعني دي مش مباريات يعني. تمام. مفيش جمهور مفيش كوره. تمام. حتى لو عندك نجوم العالم مفيش كوره. اللعيب بيلعب يعني. انت مثلا لو في مسرحيه رائعه جدا وبتتعرض في اللي بيمثل ده مفيش جمهور قدامه، طب فين رد الفعل؟ مفيش رد فعل. فاللعيب بيلعب لعيب يعني بيلعب اداء روتيني واداء موظفين واداء ولا ليه معنى. وشفناه امبارح في ماتش الاهلي والزمالك مفيش جمهور، 30 واحد من هنا و30 واحد من هنا مفيش جمهور، فاللعيبه بتلعب اداء عشوائي جدا يعني. طب والاعلام دوره ايه في الموضوع؟ بص، الاعلام لازم يبقى عنده حاطط هدف نمره واحد، منتخب مصر مش الالوان يعني، مش الاهلي مش الزمالك مش بيراميدز. وبعدين دي كوره للمتعه مش الخناقه. تمام. يعني انا بعتب على كل ما كلنا في اهلاويه في زمالكاويه طبيعي يعني. تمام. لكن بتلاقي واحد ماسك القلم وبيكتب ده لو هو عضو مجلس اداره ولا هو رئيس النادي مش هيبقى متحمس بهذا الشكل يعني. كان له دور الاعلام في ذات الاحتقان؟ اه اكيد اكيد. ومش بس مش عايز اقول الاعلام كله، هم بعض الاعلاميين مش قادرين يفرقوا ما بين شغلهم المهني وانتمائهم لل انا اهلاوي اهلاوي بيتنا اهلاوي انا بتفرج في البيت، لكن اول ما امسك الورقه والقلم لا مش اهلاوي خالص ولا اهلاوي ولا زملكاوي. تمام. ادارات الانديه لها دور في الموضوع؟ بص، الادارات اللي بترد على بعض دي ده موضوع لازم ينتهي. واخد بالك؟ انا شفت حاجه في منتهى الغرابه الموسم ده ما بين مدير الكره في الاهلي ومدير الكره في الزمالك. الاثنين بيردوا على بعض وردود هابطه جدا يعني ما يليقش ان سيد عبد الحفيظ وامير مرتضى يردوا على بعض بالشكل ده، وده يقول وده يتهم وده يروح متريق عليه. لا، احنا لازم احنا ناخد الناس لفوق مش لتحت. تمام. يعني انا مدير كره في النادي الاهلي او مدير كره في نادي الزمالك لازم كل كلمه بقولها تكون محسوبه وكلمه تكون راقيه. تمام. يعني كلمه الكلام اللي هو الهابط والكلام السخيف يعني لازم يختفي يعني. اخر حاجه يا استاذ علي، حاجه اتكلمنا فيها قبل كده ممكن تكون مفاجاه بالنسبه لحضرتك، لكن احنا اتكلمنا فيها قبل كده، المدير الفني المنتخب المصري اتاخر قوي. حضرتك اللي بيديرش يقول الاتحاد العميد ثروت سويلم. تمام. العميد ثروت سويلم هو اللي يقول يجيب مين او ما يجيبش مين. حضرتك مع تشكيل لجنه لاختيار المدرب، وبرضه هنرجع وطني ام اجنبي في الفتره الجايه؟ زي ما قلت لك قبل كده واجابه عائده عليك، التدريب مهنه ليست لها جنسيه، لكن اجيب مدرب كويس، اجيب مدرب عارف هو جاي يعمل ايه وجاي الهدف ايه. انا مش قضيه وطني ولا اجنبي، لكن انا شخصيا بميل للمدرب الوطني. تمام. يعني انا يمكن عشان علاقتي كانت قويه جدا بالكابتن محمود الجوهر الله يرحمه، وكنا مع بعض في بطولات كتير منها كاس العالم 90، شفت الراجل ده بيشتغل ازاي، ما بيقلش عن اي مدرب اجنبي. الراجل في كاس العالم كان بياخد درجات فيفا بيديله درجات اعلى من المدربين اللي لعب قصادهم في هولندا وفي ايرلندا وفي انجلترا، واخد درجات افضل عشان تكتيك. اه طبعا، راجل فاهم بيشتغل. تمام. فالمدرب الوطني لازم ياخد فرصته في الفتره اللي احنا فيها دي، من وجهه نظري ان هو دلوقتي هو الافضل حاليا المدرب الوطني. هتقول لي مين، هقول لك برضو نفس الاسماء اللي هم بتلف حوالين حسن شحاته، حسن حسام البدري، ايهاب جلال، طارق العشري. ما انت ما عندكش، هم دول المدربين اللي هم في ناس بدات تتكلم في الكابتن ربيع ياسين، يعني يطرحوا اسمه بيقولوا كان صاحب انجاز قبل كده مع منتخب الشباب، لكنه غايب عن التدريب بقاله فتره يعني. لا، مش حكايه غايب، هو في بعض المدربين بتعرف تاسس، وربيع من المدربين اللي هم بياسسوا، يعني ياسس لك لعيب كويس لكن ربما ما ينجحش مع المنتخب الاول يعني، لكن يعرف يعمل لك منتخب ناشئين كويس، منتخب شباب كويس، منتخب اولمبي كويس. تمام. فاعتقد ان هو المساله هتبقى بعيده عنه، وانها برضه هتبقى في اطار الاسماء اللي انا قلتها لك.
تمام. تحب حضرتك تختم بحاجة قبل؟ لا أنا أتمنى التوفيق طبعا، مبروك للنادي الأهلي رغم كل الظروف، طبعا لازم نبارك النادي الأهلي. تمنياتك. لا لأن هو النادي الأهلي طبعا أصر على إنه ياخد بطولة، قدر إن هو برضه ما تقدرش تقول إن هو ما اشتغلش، قدروا إن هم يركزوا في الفترة الأخيرة. تمام. اللعيبة قادر على قدر المسؤولية، سيبك من الأداء، الأداء سيء جدا يعني أسوأ موسم لعب النادي الأهلي خد فيه البطولة بفرق 8 نقط. فده يعني ده الملخص، وده اللي يقول لك الكرة المصرية شكلها ايه، ده يدل على ضعف الكرة المصرية. طبعا. شكرا لك يا استاذ علي. شكرا جزيلا. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، وشكرا لسعد البحراوي ومدير تحرير جريدة الوفد، وشكرا لبوابة الوفد الإلكترونية وتطبيق سكوبر الإخباري. وبإذن الله معكم على طول من استوديو الوفد الرياضي، اشوفكم على خير.